مرحبا بكم من جديد في قناة ريكاب سيا. دونك كما حكينا على الصفحة الرسمية نتاعنا، ان شاء الله باش نستغلوا الفرصة هذه نتاع توقف نشاط البطولة باش نعملوا ريكاب على كل ما صار في مرحلة الذهاب، 7 مباريات. دونك باش نرجع لهم بالتفصيل وبالاحصائيات الكاملة اللي تخص النادي الافريقي. دونك باش نبدأ في سيري نتاع حلقات ان شاء الله تهبط يومية، تكون كل مرة باش نحكوا على فولي معين. وحلقة اليوم ما شاء الله باش نبدو نحكو فيها ببعض التفاصيل، لكن أرقام تهم المجموعة ككل، ومن بعد فيرا ميزور في كل مرة كل حلقة باش نعملو حلقات خاصة بالملعبية. كل مرة باش ناخدو 3-4 ملعبية نحكو على البرفورمانس تاعهم، على الأرقام تاعهم في 7 مباريات شنو عطاتنا بالضبط. دونك اليوم باش نبدو بالليكيب كاملة، دونك تابعونا، برشا معلومات إن شاء الله باش نداولوها إن شاء الله تعطي الإفادة. كما حكينا دونك نبدو بالمجموعة ككل. دونك في 7 مباريات الأولى كان الإطار الفني عول على 18 ملاعبي، دونك كانوا حاضرين في جميع المباريات. نعطيكم الأسامي تاعهم. دونك الحارس كان حارس وحيد هو اللي شارك، هو معز حسان. في الدفاع بلال عيفة، غازي عبد الرزاق، حمزة العقربي، اسكندر العبيدي، محمد أمين زغادة، ونبيل العمارة. في وسط الميدان أمادو سابو، شهاب العبيدي، خليل قصاب، لاري العزوني، ورودريك كوسي. وفي الهجوم بالحسيني، أدم الطاوس، علي العمري، حمدي العبيدي، صابر خليفة، وياسين الشماخي. دونك هذوما الملاعبيه اللي كانوا اللي كان عول عليهم الإطار الفني في المباريات السبعة. نعطيكم شكون مثلا اكثر الملاعبيه مشاركه. دونك معز حسان كان اكثر ملاعبي شارك ب 630 دقيقه، دونك لعب المباريات السبعه. يجي من بعده بلال عيفة ب 540 دقيقه، تذكروا ما لعبش المباريات الاولى، كان عنده انذار ثالث مباراه من عم ناول. ورودريكو سي في المرتبة الثالثة ب 514 دقيقة. دونك اكشاك فوا باش نعطيكم التوب 3 اقل ملعبية مشاركة. دونك من 18 هذوما، دونك حمدي العبيدي كان لعب 36 دقيقة، محمد امين زغادة لعب 61 دقيقة، وامادو سابو كان لعب 160 دقيقة. دونك هذوما ثلاثة اللي اقل مشاركة مع النادي الافريقي. دونك اكثر ملعبية لعبوا كأساسي، دونك اساسي في التشكيل الاساسيه عندك معز حسان لعب مباريات 7، دونك اساسي اكثر واحد. من بعد يجي بلال عيفة، حمزه العقربي، شهاب العبيدي، خليل قصاب، لاري العزوني، كوسي، والشماخي ب6 مقابلات. دونك هذوما لعبوا 6 مقابلات كاساسيين، ومعز حسان الوحيد اللي كان لعب اساسي 7 مباريات. نقطة أخرى مثلا شكون دخل الميدان، يعني كان موجود على بنك البدلاء ماهوش أساسي، ومن بعد عول عليه الإطار الفني خلال المقابلة. دونك شكون أكثر ملاعبي كان عول عليه المدرب مش كأساسي لكن كرومبلاسون خلال المقابلة، واللي هو أمادو سابو كان لعب دخل 4 مرات في المقابلات، 4 ماتشات دخل. وادم الطاوس من بعده يجي محمد امين زغاده وحمدي العبيدي 3 مرات. دونك امادو سابو اكثر واحد كان على بنك البدلاء وبعد دخل، ومن بعده ادم الطاوس وزغاده وحمدي العبيدي 3 مرات. شكون اكثر ملاعبي كان لعب اساسي وبعد خرج يعني من الميدان، اللي هما 3 موجود 3، حمزه العقربي، شهاب العبيدي، وخيل القصاب. دونك 3 مرات. دونك كانوا أساسيين في مباريات وفي 3 مناسبات يخرجوا من إطار الفني. بالنسبة للأساسيين كانوا لعبوا أساسي في التشكيل الأساسي لكن ما خرجش، دونك لعب ماتش كامل، اللي هو حسان بطبيعة الجول، بلال عيفة، اسكندر العبيدي، نبيل العمارة، رودريكو سي، وأدم الطاوس. دونك هادهم إذا كانوا موجودين في التشكيل الأساسية ما خرجوش جملة، ما يخرجوش. ونكملوا باش شكون يعني على البنك البدلاء، موجود على بنك البدلاء ماهوش اساسي لكن جامي دخل قديم على بنك البدلاء، يعني ما لعب حتى دقيقه، اللي هو عزيز القاسمي 4 مباريات كان موجود على بنك البدلاء وما دخلش. من بعده معز الحاج علي 3 مرات، وياسين دريدي، ادم قرب مرتين، يوسف سنانه مباراه وحيده، مباراه الاخيره نتاع
رجيش كان موجود على بنك بودلة لكن ما دخلش. بالنسبة للإنذارات، الإنذارات أكثر ملاعبي هو عنده إنذارات، ورودريك كوسي عنده 3 إنذارات، دونك نورمالمون باش يكون غايب في المباراة الجاية متاع رجيش في الروتور، أول مباراة نورمالمون مش باش يلعب. وثم عنا 3 ملاعبية عندهم 2 إنذارات، دونك لازم الحذر، اللي هو بلا العيفة، لاري العزوني، وبالحوسيني، دونك الواحد فيهم عنده 2 إنذارات. فوالا هذوما لي ديتاي. تو باش نعطيكم اكثر دونك معلومات على المجموعة، على لي ستاتستيك نتاع المجموعة. دونك كيما تعرفوا النادي الافريقي كان هو في المركز الثاني، عنده 12 نقطة، دونك بثلاثة انتصارات وثلاثة تعادلات وهزيمة واحدة في سوسة امام النجم الساحلي. ال 12 نقطة هذوما 10 منهم على الميدان نتاعنا وزوز من برا، دونك زوز نقاط هكا جبناهم من برا، ودي نقطة سلبية خاصة اذا كان نعرفوا انو الروتور باش نلعبوا 4 مباريات خارج الميدان، 4 مباريات من 7 باش نلعبون خارج الميدان، واللي هي رجيش، سليمان، باجا وجرجيس، ولا رجيش سليمان باجا وجرجيس باش نلعبوهم خارج الميدان، دونك يلزمنا نجيبوا اكثر نقاط ما يمكن من برا. بالنسبه للاهداف كنا سجلنا 5 اهداف يعني بمعدل 0.71 هدف في المباراه، وكنا قبلنا 3 اهداف اكهوا بمعدل 0.42 هدف في المقابله، من ناحيه دفاعيه ممتاز لكن من ناحيه هجوميه ضعيف برشا، 0.71 شوي. بالنسبة لبقية الأرقام باش نعطيهم توا، باش تكون أرقام تهم 6 مباريات الأخرى، يعني مباراة رجيش ماشي داخلة في الأرقام اللي باش نعطيهم توا لأنه ما كانتش متلفزة، دونك ما نجمناش نتفرجوا في الماتش ونعمل ستاتستيك نتاعو، دونك الأرقام هذه تهم بركة 6 مقابلات الأخرى بدون اعتبار مباراة رجيش. بالنسبة للتمريرات، على مستوى التمريرات كنا عملنا 1976 تمريرة بمعدل 329 تمريرة في المباراة الواحدة، وبنسبة نجاح 88%. بالتوزيعات دونك لي باس لونغ 111، المعدل في المباراة 18.5 توزيعة في المباراة الواحدة، ونسبة النجاح نتاعها ضعيفة شوية 66%. بالنسبة للثنائيات الأرضية دونك لي ديويل تيريستر كنا عملنا 421 ديويل بمعدل 70 في المباراة، ونسبة النجاح 63%. والثنائيات الهوائية دونك لي ديويل ايريان كنا عملنا 233 ديويل بمعدل 38.8 في المباراة الواحدة، وبنسبة نجاح ضعيفة برشا 33.48%، دونك ضعف برشا في الديويل ايريان، وبطبيعة اللي ربحناهم الكل مكثرهم كانوا في الديفونس، دونك ملعبي الديفونس تاعنا طول شوية، لكن في الاتاك عندنا اشكال وخسرنا يعني برسك كل الثنيات الهوائية، وهذا ما يفسر أنه ما نستغلوش حتى الكرات الثابتة سواء ركنيات ولا ديكوفرون، دوك ما نستغلوهمش لأنه ما نربحوش في الثنيات متاعنا الهوائية. بالنسبة للعمليات الدفاعية ككل نعود نذكر من جديد، تبدأ مد لاتاك وانت راجع التالي، دونك عشاك فوق الكرة ماشي عنا كيفاش نتعاملوا باش نسترجع الكرة، دونك الثنيات الأرضية الهوائية قصان كرة استرجع كرة إلى آخره، دونك هذوما كلها تتسمى عمليات دفاعية. كنا عملنا 654 عملية دفاعية بمعدل 109 في المباراة، وبنسبة نجاح 53%، دونك لازم تتحسن. بالنسبة للمعضلة الكبرى توفي لها في الأتاك، يعني بالنسبة للتسديد نحو المرمى، عملنا 44 تسديدة نحو المرمى، منها 9 فقط مؤطرة باعتبار هدف مباراة رجيش، باعتبار هدف مباراة رجيش، دونك عملنا 9 فقط تسديدات مؤطرة، دونك شوي بالكل يعني شوي، إذا كنا 7 ماتشات نعمل 9 تسديدات مؤطرة شوي. بالنسبة للأهداف وقتاش سجلنا الأهداف، دونك براك سجلنا في على طول المباراة الكل، دونك عندنا 5 أهداف، عندنا هدف سجلناه في الربع ساعة الأول تاع الشوط الأول، وهدف
في ربع ساعة الثاني، في ربع ساعة الثالث نتاع الشوط الأول ما ماركيناش لحد الآن، وبقي ثلاثة أهداف موزعين في الشوط الثاني. دونك في ربع ساعة الأول ماركينا بونت، والثاني كيف كيف، والثالث كيف كيف. دونك كل شك معناها كل شك 15 مينوت يعني ربع ساعة إن ماركو، إلا الربع الأخراني نتاع الشوط الأول ماكناش ما ماركيناش فيه. بالنسبة للأخطاء اللي تحصلنا عليها في المباريات، عام 127 خطأ، والأخطاء اللي كنا ارتكبناهم 100 خطأ في الست مقابلات. دونك نرجعوا ست مقابلات باش كما عناش مباراة ترجيش. ضربات الجزاء كنا تحصلنا على زوز ماركينا واحدة. على فكرة مباراة معناها الهدف نتاع بلال عيفة ضربة جزاء دونك الثانية كان شدها الجول ورجعت معناها أمام العيفة ماركا، دونك ما تسماش ضربة جزاء، دونك ما تسماش هدف بضربة جزاء لأنه الجول شدها السي، دونك كرة رجعت ديجا، دونك تولي أكسيون أبار وهذاك هدف. دونك ديكو عندنا هدف واحد من ضربة جزاء مش من زوز. بالنسبة لضربات الجزاء اللي ضدنا، كانت ضربة جزاء واحدة في مباراة الشابة وكانت تصدى لها معز حسان. بالنسبة للتمريرات الحاسمة اللي جابت بونتوات دونك زوزا كهو، والتسللات عملنا سبعة، دونك سبعة تسللات في ستة مقابلات. بالنسبة للركنيات كنا تحصلنا على 18 ركنية، دونك 18 كرة ثابتة، وبالنسبة للمنافسين كانت تحصلوا ضدنا على 16 من ركنية، ولا دونك 18 لنا 16 للمنافسين. ولا هذا كل ما عندنا في حلقة اليوم. دونك رجعنا على كل التفاصيل الهامة بالنسبة للمجموعة. دونك باتير من غدوة الحي باش نبدو في حلقات خاصة بالملعبية، عشان كفوا باش ناخذوا زوز ثلاثة أربعة ملعبية كل مرة كيفاش، ونرجع على الأرقام نتاعهم بالديتاي. دونك دي سينا واصلوا تابعونا على ريكاب سيا دونك على اليوتيوب، وشاركوا في القناة باش تجيكم النوتيفيكاسيون، وبالطبيعة على الموقع الرسمي تاعنا وصفة رسمية clubist.net، دونك موجودة كل الأخبار الهامة واللي تخص النادي الإفريقي. شكرا على المتابعة، إن شاء الله تقابلوا غدوة الحي إن شاء الله.